برنامج الأشبال إن إحنا نستعرض على الشاشة أسماء نجومنا، أسماء أبطال الذهب وكمان الجهاز الفني. وزي ما قلت لحضراتكم، دايما في تخطيط ودايما في رؤية مستقبلية، دايما هيكون في نجاحات، ومش النجاحات مش هتكون طفرة، دايما هتكون في نجاحات ثابتة على أرض الواقع. زي ما قلت لحضراتكم، منتخب شباب اليد من شهر أو أقل من شهر، وتم تكريمهم من قبل السيد رئيس الجمهورية برونزية كأس العالم، والنهاردة أبطال الذهب، أول كأس العالم والإنجاز الأول في تاريخ لعبة كرة اليد للناشئين. النهاردة كل التحية لاتحاد كرة اليد، رئيس مجلس إدارة وأعضاء الاتحاد، وكمان لأبطال الذهب. أنا بشكركم، وأبطال العالم بشكركم، وأتمنى إن شاء الله زي ما شفنا نجاح اتحاد كرة القدم، يا ريت يروحوا إعارة اتحاد كرة اليد، يقعدوا معاهم شوية يشوفوا عملوا إيه عشان يكون عندنا نجاح في كرة القدم المصرية. نشوفكم إن شاء الله الأسبوع اللي جاي يوم الأحد الساعة 8-9:30 توقيت البرنامج الجديد مع الأشبال. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.